تداعيات قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. في فقرتنا لهذا الصباح نتحدث أكثر في تحليل خاص لهذا الخطاب، خطاب الرئيس الأمريكي ترامب الذي أعلن به عن القدس عاصمة لإسرائيل وتداعيات هذا الحوار ودلالاته، مع ضيفي بالاستوديو السياسي الأستاذ منصور أبو كريم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباح السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. بداية، يعني لا شك بأن الموقف الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل نقطة تحول جديدة في الصراع العربي الأمريكي وخاصة في القضية الفلسطينية. إذا أردنا الحديث عن مبررات هذا القرار وما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي خاصة في هذا التوقيت الزمني الذي تعاني إدارته من تحديات يعني داخلية تواجه هذه الإدارة. يعني لا شك بداية أنه هذا القرار، قرار الرئيس ترامب بنقل السفارة إلى السفارة الأمريكية إلى القدس، هو قرار مخالف إلى القانون الدولي ومخالف إلى لكل قرارات الشرعية الدولية، قرارات مجلس الأمن، مخالف للإجماع الدولي الذي ظهر في جلسة مجلس الأمن الدولي. وبالتالي هذا القرار من حيث المبدأ هو قرار مخالف لكل قواعد القانون الدولي، مخالف لكل الشرعية الدولية. وبالتالي مبررات هذا القرار، هناك مجموعة من المبررات التي دفعت باتجاه هذا القرار، منها المبررات الشخصية. حاول ترامب من خلال هذا القرار الظهور بمظهر الرئيس القوي، الرئيس الأمريكي القادر على اتخاذ القرارات الصعبة في ظل التي فشل سابقوه في اتخاذها. وبالتالي هناك حاول ترامب من خلال هذا القرار الظهور بمظهر الزعيم الأمريكي القوي القادر على اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية، منها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. منها من ضمن المبررات، هناك المبررات الداخلية لإدارة ترامب، تتعرض إلى ضغوط داخلية تتعلق ب قضية التحقيقات في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الرئاسية. وبالتالي هناك مبررات داخلية، ضغوط داخلية يتعرض إليها ترامب. وبالتالي حاول ترامب من خلال هذا القرار شراء ود اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية وشراء ود اليمين هذا القرار. وبالتالي هناك مجموعة من المبررات التي كانت دافع خلف هذا القرار، منها الظهور محاولة الظهور بمظهر شخصية ترامب التاريخية، أمثال رؤساء أمريكا السابقون العظماء الذين اتخذوا قرارات مصيرية، من بينها كمان المبررات التي تتعلق بالأوضاع الداخلية والتحديات الداخلية التي تتعرض إليها ترامب على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. نعم، يعني أيضا من خلال التحليل الخاص لخطاب ترامب أشار ترامب بأنه تأجيل نقل السفارة الأمريكية سوف يكرر نفس التجربة بالنسبة لهم ويؤدي لنتائج يعني ربما تكون عقيمة برأيه. نتحدث أيضا، أشار بصريح العبارة بأن لسنا اليوم أقرب لاتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين. هل ترامب فقد الأمل بوجود نقطة التقاء بعملية السلام أم ماذا؟ لا شك أنه ترامب حاول خلال خطابه أن يتحدث أنه هذا عملية نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة هو بداية لمقاربة أمريكية جديدة. نعم. أو استراتيجية أمريكية جديدة للتعاطي الأمريكي مع القضية الفلسطينية ومع الصراع العربي الإسرائيلي. وهذا هنا خطورة في الموضوع، أنه نقل السفارة إلى القدس ليس مجرد قرار، إنما هو بداية لمقاربة أمريكية جديدة للتعاطي مع القضية الفلسطينية ومع قضية القدس بشكل خاص. وهنا الخطورة في هذا الموضوع. وبالتالي قد تكون هذه أحد دوافع ترامب، أنه بداية استراتيجية أمريكية جديدة، أو أنه فقد الأمل في الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الصراع ومن خلاله يتم تنفيذ وعده الانتخابي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وبالتالي هذا القرار هو قرار مخالف للقانون الدولي، ولكن في نفس الوقت هو يمكن أن يكون بداية لمقاربة أمريكية أو استراتيجية أمريكية. ما هي المقاربة الجديدة؟ ما هي الحقائق الجديدة التي يتحدث عنها ترامب في خطابه؟ يعني ترامب أكد أنه هذه نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل هو بداية للاعتراف بواقع موجود على الأرض، أو أنه محاولة من ترامب لتثبيت حقائق جديدة على الأرض، باعتبار أن مدينة القدس هي مدينة يهودية حسب اعتقاده، حسب اعتقاد
إسرائيل، ولكن في نفس الوقت حاول تبرير هذه الخطوة أنه أن هذه الخطوة جاءت في بهدف دفع عملية السلام، وهنا في تناقض واضح. ما الرابط التي ربط بينهم؟ يعني تحدث أيضا في خطابه لما أن قراره بنقل السفارة الأمريكية للقدس ودفع عملية السلام هي عملية متكاملة، ما الرابط الذي يتحدث عنه في هذا الخطاب؟ هنا حاول ترامب أنه يبرر عملية نقل السفارة إلى القدس واعتراف بها كعاصمة لإسرائيل من خلال أنه هذا قد يدفع عملية السلام إلى الأمام، باعتباره أنه هذا ممكن أن يكون الجذرة التي قدمها لليمين الإسرائيلي واليوم اليهودي في الولايات المتحدة للموافقة على أي صفقة يطرحها ترامب خلال الوقت القريب، وبالتالي هناك هذه بمثابة رشوة سياسية، محاولة الربط ما بين الأمرين، ما بين الدفع بعملية السلام إلى الأمام وبين نقل السفارة، هو محاولة تبرير للموقف، تبرير للقرار ليس أكثر، ولكن هو في نفس الوقت هو قرار متناقض، لا يمكن الربط ما بين نقل السفارة إلى القدس والدفع بعملية السلام، هذا مجرد تبرير لا أكثر. نعم، يعني أيضا في الإعلان كان يشوب بعض الغموض، تحدث عن القدس عاصمة إسرائيل، لم يتحدث عن القدس الشرقية أم القدس الغربية أم القدس حتى الموحدة، لم يتحدث في هذا، وترك الأمر للأطراف المتنازعة، ما دلالة هذا الأمر؟ بالتأكيد هذه النقطة مهمة جدا، لأنه ترامب عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يحدد معالم جغرافية أو سياسية لهذه القدس، وإنما ترك الموضوع للأطراف وأكد أنه هذا القرار لا يؤثر على حدود السيادة إسرائيل في القدس، ولا يؤثر على المفاوضات المستقبلية، وحتى لا يؤثر على الأماكن المقدسة، باعتبار أنه هذا الغموض كان غموض مقصود، بمعنى أنه ترامب حاول في نفس الوقت في الوقت اللي بينقل فيه السفارة إلى القدس ترك الباب مفتوح لأي حوار قادم، باعتبار أنه لم يحدد معالم القدس أي من هذه القدس التي اعترف بها، هل هي القدس الشرقية أم القدس الغربية أم القدس الموحدة، وبالتالي هنا مربط الفرس أنه الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف لا يعطي لإسرائيل الحقية الكاملة بامتلاك القدس، لا يعترف بإسرائيل، لا يعترف بالقدس الموحدة كما تدعي إسرائيل أنها عاصمة للقدس لإسرائيل، وبالتالي هذا الاعتراف اعتراف ناقص لا يعطي شرعية لأي نعم، ولكن إسرائيل لا تعترف بشرعية القرارات الدولية، نحن نعلم ذلك، ومجرد ما استمعت لهذا الخبر بعد ساعتين تم هناك الخروج بقرار آخر بأنه هناك بناء ل 14 ألف وحدة سكنية جديدة في منطقة شرق القدس، يعني ماذا لا نستطيع أن نقول أن هذه القرارات لها قيمة بالنسبة لإسرائيل، لكنه انه اسرائيل يعني حاولت الاستفاده من القرار باعتباره انه يعطي اسرائيل حريه التصرف في القدس كامله، ولكن في نفس الوقت الاجماع الدولي اللي ظهر في مجلس الامن والاعتراضات والرفض القرار من قبل المجتمع الدولي ومن قبل أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية دليل على أن هذا القرار قرار فردي، قرار لن يترتب عليه أي حقوق لا تاريخية ولا سياسية لإسرائيل في القدس، وأنه ما زالت القدس حسب القانون الدولي وحسب قرارات الشرعية الدولية وحسب الإجماع الدولي هي مدينة محتلة، مدينة تخضع لقرارات الأمم المتحدة، حتى لو اعترف بها ترامب هذا الاعتراف اعتراف لا يترتب عليه أي تبعات سياسية أو قانونية، لأن مدينة القدس حسب القانون الدولي وحسب الأعراف والأنظمة الدولية هي مدينة محتلة تخضع لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الرابعة. نعم، يعني احنا تحدثنا منذ قليل عن ان القدس هي جزء من المنطقة ومن الشرق الأوسط اكيد، وهي مدخل لكل العلاقات في المنطقة العربية، وان هذا الامر سيكون بداية لعلاقات جديدة ما بين الإدارة الأمريكية والشرق الأوسط. اذا اردنا الحديث اليوم عن المسيرات الغاضبة التي خرجت منذ اسبوع وكانت منددة، وكان يعلم الطرف الأمريكي بأن هذه المظاهرات لن تتوقف وأن هذه المسيرات سوف تتصاعد، ولذلك كان هناك في احتياطات أمنية في كل السفارات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط. في حال تصاعدت هذه المسيرات وفي حال تكثفت هذه المظاهرات ولم تتوقف، فهل تتوقع أنه الإدارة الأمريكية تتراجع عن قرارها أو تخرج بقرارات أخرى ممكن أنها تكون في صالح الجانب الفلسطيني؟ يعني لا شك أنه أحد الإيجابيات اللي ترتبت عن هذا القرار هو عودة القضية الفلسطينية على سلم أولويات الأجندة الدولية والعربية والإقليمية، وبالتالي أصبحت القضية الفلسطينية محل اهتمام العالم أجمع،
خاصة بعد جلسة مجلس الأمن التي أكد فيها الجميع على أهمية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرع الدولية، وخاصة قضية القدس، وتم التأكيد على أن القدس مدينة محتلة حسب قرارات الشرع الدولية. يمكن الاستفادة من هذا القرار ومن هذه الحالة وعودة القضية الفلسطينية على سلم أولويات لتحقيق مجموعة من الإنجازات، منها الضغط على الحكومة الإسرائيلية، منها استفادة من حالة التعاطف الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطينية بترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، بعودة الطلب إلى ترقية مكانة فلسطين في مجلس الأمن كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ممكن الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية التي لم يتم التوقيع عليها حتى الآن، وبالتالي يجب استثمار الحدث سياسيا وقانونيا وشعبيا، يجب الضغط على إسرائيل أكثر، يجب الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أجل ضرورة التراجع على هذا القرار أو ضرورة التأكيد على مبادئ عملية السلام أو قرارات الشرعية الدولية، لأنه هذا القرار أعطى إسرائيل الأحق أو الفرصة للتملص من قرارات الشرعية الدولية، وأعطاها الفرصة من جرائمها أيضا من ممارسة مزيد من التهويد لمدينة القدس ومزيد من الاستيطان، وبالتالي يجب الضغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وشعبيا وجماهيريا من أجل التراجع عن هذا القرار أو من أجل التأكيد على مبادئ عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية. نعم، وكمان في نقطة أخرى يعني تحدثنا بها قبل الهواء بخصوص الدولة عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، هذا الأمر ممكن أن يدفعنا أيضا أنه نطالب أكثر بوجود نطالب أكثر بأنه تكون لفلسطين عضوية في الأمم المتحدة. صحيح، هذا الموضوع ممكن يساعد القيادة الفلسطينية أنه بإعادة الطلب إلى مجلس الأمن بترقية مكانة فلسطين بدولة عضو كامل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفي حال اتخاذ الولايات المتحدة حق النقد أو اللجوء إلى حق النقد ممكن اللجوء إلى قرار الاتحاد من أجل السلم. هذا القرار يعطي الجمعية العامة للأمم المتحدة الحقية بالقيام بمهام مجلس الأمن في حالة تعرض أي قضية للأمن والسلم الدولي وتقاعس مجلس الأمن على القيام بدوره، وبالتالي يجب استثمار حالة التعاطف الدولي والشعبي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي مع القضية الفلسطينية من أجل مراكمة الإنجازات السياسية، لأنه صراعنا مع الاحتلال صراع طويل، صراع لن ينتهي بالضربة القاضية، صراع ما بيحتاج إلى مزيد من تراكم الخبرات ومزيد من تراكم التجارب ومزيد من تراكم الإنجازات السياسية على الأرض، لأنه صراعنا مع احتلال صراع طويل وطويل جدا صراع تاريخي. نعم، وبالتالي يجب الاستمرار في الضغط على إسرائيل من جانب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر استثمارا لهذا الحدث. الباحث السياسي أستاذ منصور أبو كريم، أشكر حضورك معي في هذا اللقاء. القدس تبقى عاصمة فلسطين الأبدية مهما حدث ومهما خرجوا بقرارات. طبعا يسعد صباحك. يسعد صباحك. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت نهاية فقرتنا الصباحية لليوم. ننتقل الآن للزملاء في رام الله نستكمل باقي فقراتنا الصباحية. يسعد صباحكم. وصباحك أكيد زميلتنا ساندرا المصري، كنت معنا مباشرة.